جهته أكد وزير المالية عمرو الجرحي أن خطة الموازنة العامة للوزارة المقدمة لرئيس الوزراء طموحة، قائلا إن تحقيقها ليس سهلا لكنه ممكنا. كما شدد الجرحي في تصريحات خاصة لقناة تن على أن المشاركة في الانتخابات تؤثر إيجابيا في الاقتصاد لما تعكسه من استقرار الدولة. المشاركة في الانتخابات وال 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 ورغبة الناس الأكيدة والنزول يعني بأعداد كبيرة في الانتخابات بتعكس رغبة الشعب في استمرار الاستقرار من جميع جوانبه، يعني استقرار أمني، استقرار سياسي، استقرار اجتماعي، واستقرار اقتصادي. فبالتأكيد المشاركة هامة جدا للمواطنين في الانتخابات دي، لأنه يعني أي حد بيراقب المشهد وبيلاحظ المشهد نشوف التطورات اللي كنا فيها. احنا النهارده في سنه 2018، ساعات الذاكره بتخوننا، بس لو بنتذكر احنا كنا فين في منتصف 2013 وخلال سنه 2000 بقيت 2013 ولغايه 2014 كانت ظروفنا عامله ازاي. احنا طبعا ظروفنا اتحسنت بشكل كبير، والاستقرار بيتم سنه بعد سنه بشكل كبير. الخطوات اللي مرينا بيها من اول 2011 لغايه 2014 اللي حصل فيها الكثير من الظروف المعاكسة العنيفة اللي أثرت على الأوضاع، على مجمل الأوضاع بشكل كبير، احنا يعني بنسترجع تدريجيا وبشكل واضح جدا وبشكل قوي وفي سبب واضح بنسترجع مثل كل هذه الأمور. وبالعكس كمان احنا بنتجه إلى ظروف أفضل بكثير من اللي كنا عليها فيما سبق. يعني إن شاء الله اللي بيحصل دلوقتي من إصلاحات اقتصادية وإجراءات بتتم وكل الكلام ده بياخدنا ليه في السنوات القادمة لظروف أفضل بكثير من اللي كنا عليها حتى قبل 2010، لأنها مبنية على أسس سليمة جدا وأسس تساعد على استقرار الدولة على المدى الطويل بشكل